السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم معنا رجال هدوء لو سمحتوا. معنا موضوع مهم جدا في المناعه. الموضوع ده الاميونيتي تو مايكروبس. ان شاء الله تكون معلوماتكم في المناعه كويس، على اساس ان احنا ان شاء الله نبدا في المحاضره القادمه في موضوع الهايبر سنسيتيفيتي. في نهايه المحاضره هذه الجميع لابد يكون مستوعب كيف بيحصل بروتكشن اميونيتي اجينست ديفرنت باثوجين، كيف يحصل. الامر الاخر، ما دام في مناعه كيف بيحصل ان المايكرو اورجانيزم يستطيع يحصل له سكيبنج ويهرب من الاميون ريسبونس. ان شاء الله حنعرفها سويا، وفي النهايه اكيد حنختبر انفسنا. يمكن معنا 4 اكسرسايز، فرجاء من البدايه كل اكسرسايز له ليميت معين، فاتمنى احنا نلتزم بالوقت. طيب، النقطه الاولى قبل ما نبدا، في نقطه في منتهى الاهميه. هذه النقطه، ما هو المين فانكشن من الاميون ريسبونس؟ اساسا هو البروتكشن. والبروتكشن اجينست ايش؟ اجينست الفورين بادي. سواء كان هذا البروتكشن حيتم بالانيت اميونيتي اور اكوايرد اور سبيسيفيك اور ادابتيف. اذا في النهايه كل الهدف من الاميون سيستم هو بروتكشن، والبروتكشن ذا حيتم بشقيه، الانيت والاكوايرد. اللي درستوه في الماضي كذا سبورادك، كنا ندرس الانيت لوحدها وندرس السبيسيفيك اور الاكوايرد لوحدها. اليوم حنعمل دمج، لانه في النهايه في الحقيقه اللي يحصل هو في الحقيقه ما هوش كل واحد لوحده، يحصل ان التو ارمز اوف اميون ريسبونس، الانيت والاكوايرد، يشتغلوا في نفس الوقت. جميل. في مهمه او نقطه مهمه قبل ما نبدا، انه الانيت اميونيتي بتهلب السبيسيفيك اميونيتي، وكمان السبيسيفيك اميونيتي بتهلب الانيت اميونيتي، وذي النقطة المهمة عشان الاثنين حيشتغلوا في نفس الوقت. طيب، الآن في تصوركم انتم كيف ممكن الانيت اميونيتي تساعد السبيسيفيك اميونيتي؟ النقطة الأولى، انتيجين بريزنتنج سيل مش بتعمل اكسبريشن لو حصل لها انفكتد وحتطلع الباثوجين ان اسوسييتد وذ ام اس سي كلاس 1. هذا حيساعد من؟ تي سايتوتوكسيك تي سيل عشان تؤدي الدور حقها. اذا مش التي سايتوتوكسيك تي سيل هي سبيسيفيك. أيوة. ممتاز. النقطه الثانيه في الانيت اميونيتي، مش الانتيجين بريزنتنج سيل بتعمل بريزنتنج الانتيجين ان اسوسيشن وذ ام اتش سي كلاس 2. حيساعد من؟ حيساعد التي هيلبر سيل. حيساعد التي هيلبر سيل، اذا ساعدت السبيسيفيك اميونيتي. الامر الاخر، الماكروفاجز مش بتعمل برودكشن للانترلوكين 12 عشان تعمل سيلكشن للتي هيلبر 1. ممتاز. اذا هذه النقطه الاولى، كيف ان الانيت اميونيتي تساعد السبيسيفيك اميونيتي. النقطه الثانيه العكس، كيف السبيسيفيك اميونيتي تساعد الانيت اميونيتي. في حاجه اسمها اوبسونايزيشن. ما معنى اوبسونايزيشن؟ على واحده على واحده على واحد واحد لتقويه الدعم، عمليه اللي هو الفاجوسايتوسيس من خلال الاو سي 3 بي والسي. طيب كويس، احنا نجي نقول ان الاوبسونايزيشن هي انهانسينج اوف فاجوسايتوسيس، وهذا الانهانسينج اوف فاجوسايتوسيس ما يتمش الا عبر وسيط. الوسيط ذا يا انتي باديز عشان نقول انها سبيسيفيك، السي 3 بي ممكن يكون انيت، حقوله الان. إذا لابد من وسيط على أساس يحصل ما نسميه بالفاجوسايتوزيس، ولذلك الأوبسونايزيشن في منتهى الأهمية عشان ما تنسوهاش. قم قم يا أصيل قم. هذه الفاجوسيتيك سيل، سامحني حتكون باثوجين بس الفترة من الزمن. طيب الآن على الفاجوسيتيك سيل في جسم مضاد، سلم عليه، الجسم المضاد سحبه إلى داخل الفاجوسايتوزيس، إذا حصل انهانسينج بعكس ما يحصل في الظروف الفاجوسايتوزيس العادية، انه يحصل اتاتشمنت على السيرفيس ويحصل انجالفمنت، لكن هنا حصل حاجة مساعدة، فبالتالي قلنا انه حصل انهانسينج. شكرا حبيبي. اذا الاوبسونايزيشن معناها انه انهانسينج اوف فاجوسايتوزيس. كيف حتساعد الانيت اميونيتي؟ حتساعدها انها حتعمل فاجوسايتوزيس، والفاجوسايتوزيس هي صفة اصيلة في الانيت اميونيتي. الامر الاخر، التي هيلبر 1 مش التي هيلبر 1 هي سبيسيفيك اميونيتي بتطلع جاما انترفيرون. الجاما انترفيرون بيعمل
اكتيفيشن للماكروفيجز. الامر الاخر الانترلوكين 2 البروديوس باي تي سيل هو حيعمل اكتيفيشن للناتشرال كيلر سيل. مش الناتشرال كيلر سيل هي كومبوننت من الانيت اميونيتي. اذا احنا الان عرفنا كيف انه الانيت اميونيتي تساعد السبيسيفيك والسبيسيفيك يساعد الانيت، لان احنا حنشتغل عليهم الان الاثنين مع بعض. طيب اول اكسرسايز لكم، حوزع لكم الورق حتحلوا وراها. الان دخل اكسترا سيلولر باثوجين الى الاور بادي، كيف الاميون سيستم حيتعاطى معاه؟ عن طريق التو ارمز الانيت والسبيسيفيك. معكم سبع دقائق تفضلوا. ركزوا معي، طبعا بداية شايفها من اللي شفتها، لكن إن شاء الله حجيب الإجابة وأشوف رأيكم في كل statement. فركزوا معي، لابد لما نقول innate immunity إنه في معايا step للinnate immunity. مش اتفقنا زمان إن innate immunity هي the first line of defense؟ فضروري أستعرض كل the fragments of first line of defense. بعد ما خلص the first line of defense أنتقل إلى the second line اللي هو the acquired or the specific or adaptive. اكسترا سيلولر، ما معنى اكسترا سيلولر اولا؟ معناه انه يحصل الريبليكيشنز اوتسايد ذا سيل، ودي مثال لها الستريبتس الستاف النايسيريا عدد كبير اتسترا. طيب تعالوا نشوف ايش اللي حيحصل. انيت، اول امر في الانيت انه حيحصل ديستراكشن لهذا الاورجانيزم. كيف حيحصل ديستراكشن؟ مش حيحصل فاجوسايتوزس، حيحصل فاجوسايتوزس بالماكروفيجز والنتروفيل. اذا دي عادها النيت. وعلى فكرة لا تنسوش في فرق كبير بين الفاغوسايتوزس وبين الانتيجين بريزنتيشن. الآن نتكلم على النيت فاغوسايتوزس. الأمر الآخر حيحصل ديستراكشن. مش اتفقنا في البكتيريا إنه سواء كانت جرام نيجاتيف ولا جرام بوزيتيف، في معنى كمان في الجرام نيجاتيف الاندوتوكسين. مش قلنا في الالترناتيف باثوي إنه حيعمل اكتيفيشن للالترناتيف باثوي، ونهاية الالترناتيف باثوي يحصل ماك فورميشن، والماك فورميشن حيحصل لايسس النيت. فذا اذا النقطه الثانيه في النيت ان النيت اميونيتي حتعمل ديستراكشن للاورجانيزم اللي هو اكسترا سيلولر باي اكتيفيشن الالترناتيف باثوي. النقطه الثالثه كمان حيحصل اكتيفيشن لللاكتين باثوي. مش اتفقنا انه في البكتيريا من ضمن السيل وول في المنوز شوجر والليفر، لما يحصل اكتيفيشن بالاميون سيستم تروح تطلع منوز بايندينج بروتين. المنوز بايندينج بروتين يحصل له اتاتشد على الريزيدوس منوز فيصبح الشكل زي C1Q، فهيحصل اكتيفيشن بطريقه النيت وبطريقه اللاكتين، وفي النهايه هيحصل ماك فورميشن ولايسس. دي كلها النيت. النقطة الثالثة حيحصل اوبسونايزيشن. مش السي 3 بي اللي حيطلع من الالترناتيف باثوي واللي حيطلع من اللاكتين باثوي حيلتصق على الاورجانيزم وذا له سبيسيفيك ريسبتور على الفاجوسيتيك سيل، فحيحصل اوبسونايزيشن لكنه ليس بالانتي بادي، اوبسونايزيشن بالسي 3 بي. لا هنا كويس النيت. الامر الاخر في النيت مش اتفقنا انه كمان معايا الماس سيل بتحصل لها ديجريديشن، وبالتالي حيحصل ريليزنج للسي في للسي 5 اي، والسي 5 اي قلنا بيعمل اتراكشن للنتروفيل، فحتيجي الانفلاماتوري سيل الى موقع الحدث حتعمل بارير للانفكشن. فدي جزء من النيت اميونيتي. اذا خمس نقاط كلها النيت اميونيتي. تعالوا نشوف بعدين للسبيسيفيك اميونيتي. حيحصل انه حيحصل انتيجين بريزنتيشن، انه الماكروفيجز اور الانتيجين بريزنتينج سيل حتاخذ الاكسترا سيلولر اورجانيزم وتكسرها وتطلعها على الام سي كلاس 2. حتيجي بعدين التي هيلبر سيل اللي هي طبعا تي هيلبر 2، والتي هيلبر 2 دي حتطلع سايتوكاينز اللي هو انترلوكين 4 و5 و6 و10. دول حيعملوا بي سيل بروليفريشن وديفرنشيشن، حيحولوا البي سيل الى بلازما سيل. البلازما سيل حتطلع انتي باديز. الانتي باديز دي اللي حتطلع حيكون لها دور الاتي: واحد، انتي باديز حتعمل اتاتشد للاورجانيزم،
فهيحصل حاجة بنسميها agglutination. الagglutination له two functions. الأولى هيعمل prevent the spreading of infection. صح؟ agglutination. الأمر الثاني هيحصل opsonization. فذي أول نقطة هدف للأنتيباديز. النقطة الثانية إنه مش الأنتيباديز بتعمل neutralization. يعني هتطلع أنتيباديز هتمسك في البكتيريا أو في التوكسين حق البكتيريا ومش هتخليه مش هتخلي البكتيريا تلتصق على الهوست سيل ولا هتخلي التوكسين يشتغل على التارجت حقه. فبالتالي عملت neutralization بفعل من؟ أنتيباديز. إذا specific immunity. الأمر الثالث أكيد هيحصل activation للcomplement بطريقة الكلاسيكال باثوي. فبالتالي لأنه هنا معايا IgM وIgG فهيحصل formation of MAC وبالتالي يؤدي إلى lysis وبالتالي حصل destruction للorganism لكنها بطريقة الكلاسيكال باثوي. النقطة اللي بعدها كمان هيحصل opsonization. شوفوا هيحصل opsonization مرتين، مرة في الانيت ومرة في الاسبيسيك. هنا لأنه الوسيط من؟ antibodies. برافو عليكم. فبالتالي هيحصل كمان opsonization. اللي أنا شفته للأسف وأنا أمر بعضهم جو كتبوا تي سايتوتوكسيك تي سيل، ما لها بالنسبة للسيل ميديت إميونيتي ما لها أي دعوة هنا خالص لأنه كله إكسترا سيلولر. فإيش دخل التي سايتوتوكسيك تي سيل؟ حيكون السيل ميديت إميونيتي less important في التعاطي أو في التعامل مع الإكسترا سيلولر أورجانيزم. ممتاز. الآن مناعة رائعة جدا طلعت بشقيها الإنيت will acquire or specific. كيف بيحصل ان الاورجانيزم ده يستطيع انه يحصل له سكيبنج من هذه المناعه الرائعه؟ واحد، اي اورجانيزم كبسول هيحصل له بريفنت للفاجوسايتوزس فبالتالي هيعدي او هيهرب من الفاجوسايتوزس. الامر الاخر انه في الكابسولر كومبوننت في سياليك اسيد، السياليك اسيد ده بيعمل بريفنت للاكتيفيشن اوف complement pathway. فبالتالي ما مش هيحصل اللي هي طبعا alternative pathway. فبالتالي مش هيحصل formation of MAC. فبالتالي هنا هيستطيع الorganism انه يحصل له escaping من innate immunity. في نقطة في منتهى الأهمية اللي هي genetic variation. ركزوا معي لو سمحتوا. هذا الإبيتوب شكله ايش؟ وهذا شكله داهر. طيب مش هتطلع انتي بادي سبيسيفيك. واحد المثلث هيكون للمثلث وهذا الدائري هيكون للدائري. قولوا صح. تمام. لو حصل انه حصل فاريشن في الجينيتك وبالتالي تغيرت الايبيتوب فاصبح الايبيتوب ذا، هل الانتي باديز اللي طلعت هترتبط بالايبيتوب الجديده؟ ودي نقطه في مهمه جدا. شوفوا مثلا في النايسيريا جونوريا في معنى أكثر من 150 نوع من البلاي. فالبلاي هو اللي بيعمل attachment لأنها بتعمل إيش النايسيريا؟ بتعمل acute anterior urethritis فبتلتصق على اليورثرا، بتلتصق بالبلاي. فلو طلع بلاي رقم واحد حتنتج له مناعة specific الواحد. لو طلع وتعالج المريض وخف منها طلع له بلاي رقم اثنين الانتيبوديز حق واحد ما عاد تنفعوش خالص. وسبحان الله شوفوا حكمة الله عز وجل. لو تلاحظوا في كل السكشوال ترانسميت ديزيز ما في مناعة، حكمة الله لأنها طريق الحرام ما في مناعة فيها. فتنصاب باثنين وتروح وتتعالج، تنصاب بثلاثة ما في فائدة، تنصاب مرة ثانية وخمسة وستة. فذي نقطة في منتهى الأهمية أنه الجينيتك فاريشن حيؤدي إلى أنه الأورجانيزم يحصل له سكيبينج من الإميون ريسبونس. ممتاز. الآن تعالوا إلى المحور الثاني اللي هو الانترا سيلولر أورجانيزم. إحنا نقول عليه انترا سيلولر، هو فاكلتاتيف انترا سيلولر. الإكسرسايز الآن حتقوموا بس لي رجاء لما نقول خلاص خلاص. الإكسرسايز ده كيف الإميون سيستم حيتعاطى مع ركزوا معي مع الفاكلتاتيف انترا سيلولر أورجانيزم. ومثال عليها مايكوباكتيريوم توبر كلوزس. تفضلوا الإكسرسايز.
طيب اول امر نعرف ايش هي الانتراسيلولر البكتيريا اللي احنا نقول عليها هي الفاكالتاتيف انتراسيلولر اورجانيزم، هي الاورجانيزم اللي قادر انه يعيش او يحصل له ريبليكيشن افتر فاجوسايتوزس، لانه المفروض في الفاجوسايتوزس تعمل له ديستراكشن، لكن دخل فاجوسايتوزس وقادر انه يعيش. مثال طبعا اكيد له مايكوبكتيريوم توبركلوزس، مايكوبكتيريوم ليبري، حنتكلم عليهم بالتفصيل. طيب ركزوا معي، النيت اميونيتي، اول امر دخل الاورجانيزم حصل فاجوسايتوزس، لكن للاسف الشديد ما قدرتش الماكروفاج انها تعمل ديجريديشن للاورجانيزم، فشلت، وبالتالي اعلنت هذه اليافطه انها فاشله ما قدرت. طيب ومع ذلك الاميون سيستم بيحاول يبذل كل ما في طاقته على اساس يحمي هذا الجسم المسؤول عليه، فالماكروفاج ما تستسلمش، تروح تطلع او تعمل سكريشن للانترلوكين 12، يعني حاولت تعمل له ديجريديشن ما قدرت، فتروح تطلع انترلوكين 12. الانترلوكين 12 يروح للناتشرال كيلر سيل. ايش المطلوب؟ المطلوب رسلتني الماكروفاج وتقول لك الماكروفاج انه دخل لها اورجانيزم وانه حاولت تعمل له ديجريديشن ما قدرت، فيقول لها الناتشرال كيلر سيل ولا يهمك، فيروح يطلع جاما انترفيرون. ودي النقطة المهمة، الناتشرال كيلر سيل عنده القدرة انه يعمل بروديوسنج لجاما انترفيرون بس بكمية قليلة مش زي التيه البرون، فيطلع الجاما انترفيرون. لو ما تطلع الجاما انترفيرون حتروح للماكروفاج مرة ثانية، فلما تروح للماكروفاج حتعمل لها اكتيفيشن، هذا الاكتيفيشن اللي حتعمله حتؤهل الماكروفاج انها تعمل ديجريديشن للاورجانيزم اللي ما قدرش تعمله بدون الجاما انترفيرون. من هنا لما تعمل ديجريديشن حتستطيع انها تعمل بريزنتيشن للاورجانيزم. بس هنا النقطه المهمه، طبعا النقطه كل هذه الهدف منها انها تعمل انتيجين بريزنتيشن، يعني الماكروفاج في البدايه ما قدرت تعمل ديجريديشن وبالتالي ما قدرش تعمل انتيجين بريزنتيشن. لو ما جاءت الجاما انترفيرون من الناتشرال كيلر سيل عملت اكتيفيشن للماكروفاج، فبالتالي خلتها تعمل انتيجين بريزنتيشن. الانتيجين بريزنتيشن انها حتطلع الجزء من الفراجمنت حق المايكوبكتيريوم توبركلوزس على الام اس سي كلاس 2. حلو، نقطه مهمه جدا، كويس انك قلت 1. لابد نفرق بين امرين، بين انه اورجانيزم حصل له فاجوسايتوزس وبالتالي دخل في فاجوسوم، وبين انه سل، وبين انه سل حصل لها انفكتد. اذا حصل السل انفكتد هنا حتعمل له بريزنتنج على الون، لكن لو حصل له فاجوسايتوزس اللي هي بفاجوسوم حتطلع على ام سي كلاس 2. طبعا هنا حتيجي النايف تي هيلبر سل، النايف تي هيلبر حتيجي تي هيلبر 1. هنا ليش التي هيلبر 1 حتيجي؟ لانه الانترلوكين 12 هو اللي حصل له برودكشن، فبالتالي حيعمل بروموشن ان التي هيلبر 1 هي اللي حيحصل لها سيلكشن. التي هيلبر 1 دي حتصبح سينستايزد. ما معنى سينستايزد؟ انها حفظت هذا الميكروب بالضبط والان متاهبه له. لو جاء مره ثانيه حتعمل البروليفريشن والاكتيفيشن وتعمل الرياكشن حقها. لا هنا كويس؟ في سؤال؟ طيب جاء الآن أو حصلت جزء وقدها سينستايزد للأورجانيزم نفسه أو الباثوجين نفسه، حيحصل إنه الأنتيجين بريزنتينج سيل على الـ MSC كلاس 2 السينستايزد تي هيلبر 1 دي على طول حتتفاعل، حيحصل برودكشن على طول لسايتوكاينز الخاصة بها اللي هي انترلوكين 2 جاما انترفيرون وتيومر نيكروتيك فاكتور بيتا. إيش يعملوا دول السايتوكاينز؟ أول شيء يعملوا بروليفريشن للتي هيلبر 1. فتخيلوا الان مش اول امر حصل انه انتيجين بريزنتنج سيل وجاءت التي هيلبر 1 على واحده ماكروفاج، حيحوطوا كلهم بروليفريشن بالانتيجين بريزنتنج سيل ذي او بالباسيللاي التوبركل باسيللاي اللي حصل لها انتروديوسنج. بعد كذا كمان حيعملوا اكتيفيشن، مش معنا الجاما انترفيرون، حتعمل اكتيفيشن للماكروفاجز. نقطه مهمه جدا، شوفوا لما يحصل اكتيفيشن للماكروفاجز حتحصل انكريز للاكسجين فري راديكال والنيتريك اوكسايد.
الاكسجين فري راديكلز والنيتريك اوكسايد من كثر ما حصل اكتيفيشن لهم بالجاما انترفيرون حيحصل لهم ريليزنج خارج السل وبالتالي يحصل تيشو دامج. ولذلك سبحان الله من نعمة الله عز وجل مش دائما لما يحصل فاجوسايتوزس الفاجوسوم هو محتوي على الـ على الـ على الاورجانيزم ليش محتوي على ويجي اللايسوسوم فيلتصق يتكون حاجة اسمها فاجولايسوسوم ليش؟ عشان القتال يقع في هذه الفاكيولز في هذه الفاجوسوم ما تدمرش الخلية خالص. لكن هنا إيش اللي حصل؟ لأنه الماكروفيج بالبداية ما قدرت تعمل فاجوسايتوزز فجاءت الجاما انترفيرون لما عملت اكتيفيشن للماكروفيجز حصل انكريز في الـ في الأكسجين فري راديكال والنيتريك أوكسايد فمن كثر ما حصل زيادة في الأكسجين فري راديكال والنيتريك أوكسايد حصل لهم ريليزنج أوتسايد دسل فبالتالي حصل تيشو دامج. هذا حنتعرف عليه في التايب 4 هايبر سنسيتيفيتي. النقطة الثانية مش معانا الآن قبل شوية قلنا أنه حصل بروليفريشن للتي هيلبر 1 مش التي هيلبر 1 بتطلع الساتوكاينز انترلوكين 2 وجاما انترفيرون والتيومر نيكروتيك فاكتور إذن حيحصل انكريز في ال production of cytokines لأنه عدد كبير حصل لهم proliferation. هذا الأكشن كله حيؤدي إلى حاجة مهمة جدا نسميها granuloma formation. الجرانيلوما لها two functions إنها بتعمل localization. شايفين كيف؟ لو سمحتوا شايفين كيف عملت localization؟ ما معناها إنه وقفت الانفكشن بس في نقطة مهمة جدا لو تخيلوا ذي في اللنج وحصل 1000 granuloma حتعمل environment لللنج function لانه هنا جرانيلوما وهنا جرانيلوما وهنا جرانيلوما فحتعمل انفايرمنت لللنج انفكشن. لكن احنا كمناعه نقول انها عملت لوكلايزد للانفكشن وما خلتش الانفكشن ده يحصل له سبريدنج. ممتاز. اكيد ايش رايكم الهيومرال اميون ريسبونس اللي نقصد بها الانتي بوديز هل لها دور؟ لا ليش؟ لان الانتي بودي موجوده والاورجانيزم داخل السل. طيب في نقطه لهذا الموضوع نقطه مهمه جدا. أول قولوا الحمد لله اللي عافانا قولوا يا رب لك الحمد. في معنى في تو ديزيزز في الليبروسي واحد نسميه توبركولويد ليبروسي وواحد نسميه ليبروماتس ليبروسي. التوبركولويد إيش اللي يحصل؟ ركزوا معي على النقطة اللي عاوز أوصل لها. لو ما يحصل انتراسولولر اللي هي الفاكستاتيف انتراسولولر بكتيريا انها يحصل لها انتري ويحصل في النهاية اكتيفيشن للتي هيلبر 1 مش هيحصل في النهاية اكتيفيشن للماكروفيجز ويتكون جرايلوما. كويس. هنا معناها انه لو دخلت المايكوبكتيريا مليبري حصل لها ليكولايزد وبالتالي مش هيحصل اي سبريدنج للانفكشن. هذا نسميها توبركولويد ليبروسي. لكن لو الاميون سيستم اتخذ القرار الخاطئ وبدل ما يطلع تي هيلبر 1 طلع تي هيلبر 2 مش التي هيلبر 2 حيكون مسؤول على برودكشن اوف انتي بوديز حتطلع انتي بوديز والانتي بوديز ما لهاش معنى خالص وبالتالي حيحصل ديسيمينيتد للديزيز وينتج عنه ما نسميه الليبروماتس ليبروسي اللي هو مرض الجذام عافانا الله واياكم ان شاء الله. اذا هنا ليش حصل هذا الموضوع وعلى فكره هذا اللي يحصل في الحياه اللي يحصل عندهم ليبروماتس ليبروسي الاميون سيستم اخطا بدل ما يحصل يعمل سيلكشن للتي هيلبر 1 اختار سيلكشن للتي هيلبر 2 فالطريق حق التي هيلبر 2 حيوديه الانتي بوديز الانتي بوديز ما لهاش معنى هنا خالص وبالتالي حيحصل ديسيمينيتد وحيتكون نديولز وبالتالي حيحصل الديزيز نسميه الليبروماتس ليبروسي. واحدة من لها جينيتك مابينج انه بيحصل بدل ما يختار التي هيلبر 1 يختار التي هيلبر 2. طيب الان الاكسرسايز بدل ما نعمل ورق حنناقشه على الهواء. كيف نفرق الان بالتوبركولويد ليبروسي والليبروماتس ليبروسي؟ عاوز اعمل اسمع اجابه من هنا واجابه من هنا. تفضلوا كيف نفرق بينهم؟ واحد كل واحد يرفع يده اللي يجاوب. تفضل. هذه حلوه ممتاز هذا بالبلدي صح. برافو عليك برافو. اول حاجه اذا اول نقطه يقول عليها صحيحه جدا في التوبركولويد الليبروسي حيحصل انه تي هيلبر 1 هي اللي حتكون موجوده لكن في الليبروماتس ليبروسي حيكون تي هيلبر 2. برافو. هاتوا الثانيه يلا
لا تفضحوناش قدامهم قدام ينتظرونا بفارغ الصبر. تفضلي. نعم. برافو عليكي. أكيد. أنا حساعد أيوه. أكيد. ما دام إذن في التوبركلويد ليبروسي حيكون السيل ميديت إميونيتي هو الريسبونسبل لأنه اختارت التي هيلبر 1، لكن في الليبروماتس ليبروسي حيكون أنتي بادي برودكشن. برافو. يلا تفضل. أكيد الليبروماتس ليبروسي حيحصل له ديسيمينيتد وهنا حيحصل له لوكالايز لأنه هنا حيحصل جرانيوما فورميشن وهنا مش حيحصل جرانيوما فورميشن. برافو. تفضلي. صحيح، وهي ناتج زي ما قلنا انه هنا حصل جرانيوما فورميشن وهنا ما حصلش جرانيوما فورميشن. اكمل انا ولا تكملوا عادكم؟ طيب اول حاجه تي هيلبر 1 موجوده في التوبركلويد ليبروسي، تي هيلبر 2 في الليبروماتس ليبروسي. اكيد ما دام تي هيلبر 1 هنا سيل ميديت اميونيتي، هنا انتي بادي برودكشن، هنا اكيد السيتوكاينز، هنا حتكون انترلوكين 2 جاما انترفيرون تيومر نيكروتيك فاكتور. هنا السيتوكاينز حتختلف، حتكون انترلوكين 4 و5 و6 و10. هنا حيحصل اكتيفيشن اكيد للماكروفاجز لانه معانا جاما انترفيرون، هنا حيكون برودكشن اوف انتي باديز. هنا في النهايه حنحصل فيو باسيلاي اللي هي حق التوبركل حق المايكوبكتيريوم ليبري، حنحصل فيو باسيلاي لانها لوكالايزد، بينما هنا حنحصل اباندنت باسيلاي. الامر الاخر اكيد هنا مايل زي ما قلتوا، هنا حيكون سيفير ونديول. في نقطه مهمه جدا، في تيست اسمه ليبرومين تيست، هل تتوقعوا يطلع بوزيتيف في التوبركلويد ليبروسي ولا في الليبروماتس ليبروسي؟ في الاثنين. يا خوفي لانه ما نتج الا بالسجاره المناعيه، هذه المفروض تستنتجوها انتم. طيب انا على واحد واحد. طيب طيب هو مصر مصر. تفضل. طيب في التوبركلويد تاكد مش يزيد لعب مثلث بعدين. طيب في الليبروماتس على اي اساس؟ سهله هذه سهله خلاص. اكيد اكيد حيطلع البوزيتيف في التوبركلويد ليبروسي. ليش؟ لانه هذا دلاله على ان في سيل ميديت اميونيتي، اذا تي هيلبر 1 موجوده، لكن لانه هنا ما فيش تي هيلبر 1 فبالتالي حتطلع نيجاتيف. ولذلك لو ما نعمل الليبرومين تيست للشخص عنده الليبروماتس ليبروسي حيطلع نيجاتيف، معنى ما عنده سيل ميديت اميونيتي لانه ما اختارش الاميون سيستم حقه، لم يختار تي هيلبر 1 وانما اختار تي هيلبر 2. يقيس السيل ميديت اميونيتي. ايوه. طيب بنفس التوبركلين تيست، التوبركلين تيست نفس الوضع، هو بيحصل اجريجيشن لنفس الميكانيزم اللي قلناها، يجي يحصل له انجالفمنت، ما يقدرش الاميون سيستم الماكروفيج انها تعمل له ديجريديشن، تطلع جاما انترفيرون، يحصل عمليه اكوميليشن للتي هيلبر 1، يحصل ما نسميها بالجرينوما في اخر النهايه. طيب كيف يحصل اسكيبنج للاورجانيزم من الاميون سيستم؟ اول امر مش احنا اتفقنا لما يحصل فاجوسايتوزس يجي فاجوسوم مع اللايسوسوم في بروتين يعمل بريفنت للفيوجن ده، فبالتالي يحصل اسكيبنج للاميون ريسبونس لهذا الاورجانيزم. الامر الاخر انه كمان يحصل ان اكتيفيشن للرياكتيف اوكسجين او الفري راديكلز، يحصل لها ان اكتيفيشن في حاله المايكوبكتيريوم ليبري، فما طلعش الاكسجين فري راديكال والنيتريك اوكسايد، فذي بالذات حتقلل الانتيجين برزنتيشن. طيب معي اكسرسايز الفيروسز، تفضلوا الان كيف حيحصل انيت؟ اعيد في الفيروسز، واضح الحين فهموا شغلنا ابو تفضحوني. كيف حيحصل انيت اميونيتي للفيروس وسبيسيفيك اميونيتي للفيروس؟ تفضلوا. طيب ركزوا معي لو سمحتوا. الفيروس اول امر في الفيروس اتفقنا عليه واحنا نتكلم عن الفيرولوجي
انه it is obligate intracellular. يعني هذه خلية قدامكم ما يمكنش الفيروس ده يحصل له ريبليكيشن الا اذا حصل داخل خلية. obligate intracellular. تمام. اول امر ركزوا معي. تايب 1 انترفيرون اللي المفروض تكتبوه كلكم انه ايش اللي يحصل؟ الانترفيرون الفا. شايفين هذه خلية انصيبت بالفيروس. اثناء ما انصابت بالفيروس حصل ريبليكيشن. الخلية دي شوفوا الوفاء من الخلايا. الخلية دي خلاص مروحة فتروح تطلع انترفيرون عشان تنبه جيرانها. فيطلع الانترفيرون. شايفين كيف طلع الانترفيرون؟ لو ما طلع الانترفيرون حيروح الخلية جديدة لسه ما انصابتش. شايفين دي لسه ما انصابتش. فحيروح حينبهها يقول لها شوفي انا روحت وخلاص انتبهي لنفسك. مش زي ما احنا البشر لو واحد ودف يقول خليهم كلهم يودفوا. طيب فالان هي حتروح تنتج حاجة بنسميها inactive بروتين. منتظر الان الفيروس جاه. الفيروس اول ما دخل الفيروس عشان يحصل يعمل له ريبليكيشن حتعمل بريفنت للريبليكيشن واحد، وحتعمل ثانية الماسنجر ار ان اي تعمل له بلوك، وبالتالي ما يحصلش اي ريبليكيشن ولا اي بروتين سينثيس. ده بالنسبة للانترفيرون اللي هو التايب 1 اللي هو منه الفا ومنه بيتا. ده شايف كيف حصل اكتيفيشن للبروتين، فيعمل ديجريديشن للماسنجر ار ان اي ويعمل بريفنت للريبليكيشن. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية انه الانترفيرون الفا وبيتا يعملوا اكتيفيشن للناتشرال كيلر سيل. بس في نقطة مهمة في الناتشرال كيلر سيل، الناتشرال كيلر سيل ما يمكنش تقتل الا اذا ما فيش ام اتش سي كلاس 1. ودي نقطة بعض الفيروس حنعرفها ان شاء الله ما يخليش الام اتش سي كلاس 1. نقول ما في مشكلة، الاميون سيستم قادر يتعامل معه، حيتعامل معه عن طريق الناتشرال كيلر سيل. الامر الاخر انه نقطة مهمة جدا في الانترفيرون الفا وبيتا، حيعملوا هاي اكسبريشن للام اتش سي كلاس 1. شايفينها؟ ركزوا على الخلية دي لو سمحتوا. شايفين كيف حيحصل هاي اكسبريشن للام اتش سي كلاس 1؟ يزودوا الام اتش سي كلاس 1. ما معنى انه يزيد الام اتش سي كلاس 1؟ انه حيحصل اكسبريشن لفورين بارتكل اللي هو حق الفيروس. هذا ايش اللي حيحصل فيه؟ عشان ايش هذا الموضوع؟ برافو عليكم. عشان نؤهل التي سايتوتوكسيك تي سيل انها تؤدي دورها. الامر الاخر كنت اسالكم، الانتي بوديز لها دور ولا ما لهاش دور؟ اللي يقول ما لهاش دور يرفع يده. ما لهاش دور. خلاص. انتم عارفين بعحان ارجع عندما اني سالت عشان خذوا فرصتكم تكلموا خلاص جاوبوني وخلاص. طيب بالتاكيد لها دور، ودور كبير، فيري فيري موست امبورتنت، لكن دورها في الاكسترا سبيس. لا سلطه لها على ما يحدث داخل الخليه، لكن سلطتها خارج الخليه. ايش اللي حتعمل؟ حتعمل اول امر نيترولايزيشن، ودي فائده لها فائده عظمى. انتم عارفين البوليو فيروس اللي بيعمل بوليوميلايتس، المامز، الروبيلا، كل الفيروسز دي لو ما نعمل احنا الفاكسينيشن هو ينتج انتي بوديز. ايش وظيفته؟ لما يجي الفيروس يعمل له نيترولايزيشن ما يخليش يصيب الهوستل. فبالتالي اول وظيفه لها في الاكسترا سبيس هو نيترولايزيشن. الوظيفه الثانيه انها تعمل اكتيفيشن للكومبلمنت بطريقه الكلاسيكال. متى؟ اذا هذه سل عملت اكسبريشن للانتيجين على السيرفيس حقها، جاء اي جي جي اور اي جي ام ارتبط على السيرفيس، حيحصل اكتيفيشن للكومبلمنت بطريقه الكلاسيكال باثوي، ويحصل ماك فورميشن، ويحصل لايسس. اكيد انفكتد للسل طبعا. الامر الثاني اكيد حتعمل اجريجيشن والاوبسونايزيشن. مش الان معايا انتي بوديز، والانتي بوديز دول في الفايريميك ستيج. الانتي بوديز ده حيلتصق بعده فيروسات يجمعهم مع بعض، مش حصل الان اجريجيشن، وبعدين يجي اوبسونايزيشن لانه انتي بوديز اوبسونايزيشن، وبالتالي حيحصل فاجوسايتوزس لهم. الامر الاخر الاي دي سي سي الانتي بودي ديبندنت سيلولار سايتوتوكسيسيتي، مش الاي جي جي لو ما يلتصق على الخليه المصابه حتيجي الناتشرال كيلر سيل وتطلع بيرفورين وتطلع جرانزايم فتعمل لايسس لهذه الخليه. نسميها الاي دي سي سي او نسميها انتي بودي ديبندنت سيلولار سايتوتوكسيسيتي. لا تنسوا هذا كله في الفايريميك ستيج، كله في الاكسترا سبيس.
الانتي بوديز ليس لها دور لما يحدث داخل الخليه ولكنه اكسترا سبيس. الدور الفظيع والدور اللي هو في منتهى الاهميه تي سايتوتوكسيك تي سيل لانها ام اتش سي كلاس 1 ريستريكتد. اي خليه من خلايانا تعمل اكسبريشن للبروتين اللي يحدث داخلها بتطلع على ام اتش سي كلاس 1. هذا حيستدعي التي سايتوتوكسيك تي سيل انها ترتبط تطلع بيرفورين وتطلع جرانزايمز وطريقه ثانيه في القتل نسميها الفاز والفاز ليجنز. كيف يهرب؟ كيف يحصل سكيبينج للفيروسس من الاميون سيستم؟ واحد، بعض الفيروسات حنعرفها ان شاء الله قدام تروح تعمل داون ريجوليشن للام اس سي كلاس 1، فبالتالي شايفين ما عاد فيش ام اس سي كلاس 1. هذا حيحيد خليه مهمه يا تي سايتوتوكسيك تي سيل. عيد الله يرضى عليك، في اثنين اخوان، واحد اسمه سعيد واحد اسمه عيد. سعيد طلع فوق الشجرة، من بقي تحت؟ عيدنا. طيب الآن فيروس دخل، مش الخلية أساساً. شوفوا سبحان الله، على فكرة في الإميون سيستم في نظام بديع. إحنا الإميون سيستم ما لهش سلطة على ما يحدث داخل الخلايا، فالله عز وجل وضع آلية إنه الخلايا تعمل ريبورتينج لما يحدث داخلها وتعرضه على السيرفس حقها. عشان تعمل ريبورتينج لما يحدث داخلها وتعرضه على السيرفس لابد يرتبط بالام اس سي كلاس 1. فعشان يكون فورين بودي على ام اس سي كلاس 1 ده حيحفز التي سايتوتوكسيك تي سيل. طيب الفيروس ده دخل وعمل داون ريجوليشن للام اس سي كلاس 1، اذا ما عاد فيش اي دور لمن؟ للتي سايتوتوكسيك تي سيل. هذا الامر الاول، فبالتالي خلاص انتهى دور التي سايتوتوكسيك تي سيل. الامر الثاني الانتيجيك فاريشن، انتم عارفين تكلمنا اعتقد عليها في الفيروسات بشكل سريع، انه الار ان اي فيروسس عندها قدره انه تعمل انتيجينيك فاريشن. فشايفين ذا كيف شكله الفيروس ده، وبعدين كيف اصبح شكله، وبعدين كيف اصبح شكله. هذا الانتيجينيك فاريشن حيساعد الفيروس انه يحصل له سكيبنج من الاميون ريسبونس. الامر الاخر بالتاكيد، الامر الاخر انه بعض الفيروسس بتروح بتطلع بروتين لايك السيتوكاينز انترلوكين 10. الانترلوكين 10 عنده قدره انه يعمل انهبيشن لمن؟ للتي هيلبر 1، فبالتالي حيقلل السيل ميديت اميونيتي. والفيروس اهم حاجه فيها هي السيل ميديت اميونيتي، وذا على فكره اللي بيشتين بار فيروس من احدى الفيروسات اللي قادر انه يعمل بروتين يعمل لايك الانترلوكين 10، فبالتالي يعمل ما يخليش التي هيلبر 1 يعمل لها بلوك او انهيبيشن، وبالتالي ما عاد فيش سيل ميديت اميونيتي. ايوه تمام. طيب بالنسبه للفنجاي، انتوا اخذتوا فنجاي ولا لسه ما؟ طيب ما عاد فيش داعي نعمل اكسرسايز. الفنجاي الانترلوكين، اسف الانيت اميونيتي، اول شيء في الانيت اميونيتي انه يحصل اهم خليه في الفنجاي في الانيت اميونيتي هي النتروفيل. ليش النتروفيل؟ النتروفيل الخلية الوحيدة اللي معها سبستانس نسميها فنجي سايدل. ما معنى فنجي سايدل؟ إنها تعمل ديستركشن. ولذلك شوفوا نقطة مهمة، لو ما نشوف البيشنت عنده نتروبينيا نقول هذا عرضة إنه يحصل له فنجل انفكشن، لأنه الخلية المسؤولة على الإريديكيتد للفنجاي اللي هي النتروفيل عددها قليل. فبالتالي مهم جدا ليش النتروفيل؟ النتروفيل لانه فيها ماده او سبستانس بتعمل فانجي سايدل. طيب ماكروفيجز اكيد وفاجوسايتوزس بيكون لهم دور. بالنسبه للسبيسيفيك اميونيتي الانتي بوديز لها دور مشكوك فيه، لكن اهم حاجه في الانتي بوديز بالنسبه للفانجاي اللي هو الاي دي سي سي اللي هو الانتي بودي ديبندنت سيلولر سايتوتوكسيسيتي، لانه اساسا الفانجاي هو انترا سيلولر، فبالتالي يجي الانتيبادي على السل ويحصل الكيلينج بالبرفورين وجرانزايمز. لكن الدور المهم في الانتيباديز بتهمنا كثير في السيرولوجيكال دياجنوسيس بالنسبه للفانجاي. اكيد زي ما قلنا انه الفانجاي بتشبه السل ميديت اميونيتي، وبالتالي التعامل حقها زي الانترا سيلولر بكتيريا. في النهايه حيحصل زي ما اتفقنا في الانترا سيلولر بكتيريا حيحصل فورميشن اوف جرايلوما، وفي النهايه الجرايلوما الفانكشن حقها بتعمل لوكالايزد للانفكشن. وتي هيلبر 1 هي الاساس. كيف يحصل انه يحصل الفنجاي يحصل له سكيبنج من الاميون سيستم؟ واحد، انه بعض الفنجس تروح تعمل انهيبيشن للتيومر نيكروتيك فاكتور
الفا وتعمل انهيبيشن للانترلوكين 12. الان لو حصل انهيبيشن للانترلوكين 12 برافو عليك تي هيلبر 1 خلاص، فبالتالي حيدنا السيل ميديت اميونيتي، والسيل ميديت اميونيتي هي اهم حاجه بالنسبه لمن للفنجاي. الامر الاخر دي حيدت تماما. الامر الاخر نفس الخبر، الفنجاي بتروح تطلع بروتين لايك السيتوكاينز انترلوكين 10 10، فذا حيعمل انهيبيشن للتي هيلبر 1، فبالتالي السيل ميديت اميونيتي مش حتطلع، وبالتالي حيستطيع الفنجاي انه يحصل له سكيبنج. خلوكم جاهزين، اه تعبنا اليوم. خلوكم جاهزين، ابدا عندكم ولا عندهم؟ هم متقدمين. جاهز يا هشام؟ طيب السؤال الاول لكم، the main protective adaptive immune response against extracellular bacteria اللي هي facultative is phagocytosis. انتبهوا adaptive. انا مش زعلان عليهم، زعلان على الشرح حقي اللي تعبت فيه واخر شيء في عداته. طيب لاكتين باثوي سيل ميديت اميونيتي انتي باديز، انتي باديز طيب اكيد انتي باديز اكسترا سيلولر كلكم. لا فضحتونا اليوم قدامه ما. طيب the main protective adaptive immune response against the intracellular bacteria is phagocytosis. هذه لكم هي نفسها. طيب lactin pathway cell mediated immunity. برافو. neutralizing antibodies اكيد cell mediated immunity. ها عوضوا. طيب the main specific immune response ها specific against the established viral infection. established قد موجود الفيرال انفكشن. Antibodies. طيب انترفيرون. احنا specific immunity نتكلم. طيب هذه عصابتكم عين اليوم. cytotoxic T cell. يا جماعة قولوا يا حاجر في عداتكم. natural killer cell. اكيد cytotoxic T cell. طيب. خلاص خلاص لو سمحتوا خلاص غدا غدا يوم اخر. The main mechanism against the viral infection before entry and after release antibodies. الله يمديك كيف شديت اليوم. انترفيرون سايتوتوكسيك تي سيل رفع ناتشرال كيلر سيل اكيد الانتيبوديز ذا اكسترا سبيس عاد باقي 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 خمسة خلاص خمسة الهيباتيتس سي انفكشن the expression of MHC class 1 is depressed down regulation which cell will not be able to recognize the infected cell B cell natural killer cell cytotoxic T cell ايوه هكذا نتروفيل اكيد سايتوكسيك تي سيل برافو عليكم. طيب انتي باديز بلاي ا رول اجينست فايرال انفكشن باي كيلينج انفكتد سيل نيترلايزنج ذا فايروس انترا سيلولر. غلط خلاص روحتوا. نيترلايزنج ذا فايروس اكسترا سبيس كيف تخرج انترا سيلولر نو رول اجينست الاجينست فايروس لابد من العدل. طيب سبعة خلاص عادكم متقدمين عادي سبعة خلاص وبعدين واضح إن اليوم حشدوا حشد عشان يفوزوا. طيب the main cells in response to facultative intracellular bacteria is عند الله عندكم facultative T Hilbert 1 آه يا خوفي ناتشرال كيلر سيل سايتوتوكسيك تي سيل تي هيلبر 2 اكيد تي هيلبر 1 طيب ثمانية انترفيرون 1 plays a role in against virus immunity through prevent viral replication
secreted by virus infected cell. A part of innate immunity. Prevent formation of messenger RNA. كلهم صح. طيب تسعة. تسعة. خلاص. الفاكالتاتيف انتراسيلولار بكتيريا tend to cause chronic infection. ليش؟ Due to resist الفاجوسايتوزيس. Failure of innate immunity. ما لكم اليوم مش حصل لكم. Antibody production. T cytotoxic T cell. أكيد الـ resist الفاجوسايتوزيس والـ failure of innate immunity. السؤال الأخير. النيتروفيل is the most important cell of the innate immunity in combating fungi due to most abundant. على فكرة هي صحيح most abundant بالمناسبة بس هي مش صحيح. طيب phagocytosis activated by interleukin 2 has fungicidal substance. برافو عليكم. معليش اليوم هم حظهم لكن إن شاء الله يوم آخر. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا لكم.